انطلقت في مدينة بيجالة بفلسطين مسيرة سنوية تقليدية تتقدمها المسبحة الوردية، حيث طافت المسيرة شوارع البلدة بمشاركة المئات من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي. اختتمت رعية سيدة البشارة للاتين في مدينة بيت جالة الشهر المريمي بمسيرة تقليدية انطلقت من دير كريمزان، بعد أن ألقى كاهن الرعية الأب حنا سالم كلمة ترحيبية بجموع المؤمنين، وبحضور رئيس البلدية الأستاذ نيكولا خميس والأب الدكتور يعقوب رفيدي والكهنة والراهبات وطلاب المعهد الإكليريكي والمؤسسات والكشافة والأخويات، وجمع غفير من أبناء الرعية والمناطق المجاورة. انطلقت المسيرة تتقدمها المسبحة الوردية ومركبة تحمل تمثال أمنا مريم العذراء مكلل بالزهور. طافت شوارع المدينة تخللها صلاة وترنيم. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. وعند الوصول إلى ساحات المعهد الإكليريكي تم استقبال تمثال العذراء بمعزوفات كشفية وتراتيل، وأقيمت صلاة وقراءات من الإنجيل المقدس، وبعدها إطلاق المسبحة الوردية في الهواء وتم أخذ البركة. سلام المسيح معكم جميعا. إحنا سعيدين مع نهاية مسيرة العذراء ومسيرة شهر كامل مخصص لأمنا مريم العذراء، نختتم بمسيرة سنوية تقليدية في رعيتنا رعية سيدة البشارة للاتين في بيت جالة. ابتدأنا هذه المسيرة من دير كريمزان وبصلاة رفقنا فيها الأباء السلزيان أمام مزار العذراء في ساحة الدير. ابتدأنا من هناك صلاتنا ومسيرتنا وختمناها في ساحة المعهد الإكليريكي التابع لبطركية اللاتين. هذه المسيرة مسيرة شعبية، مسيرة ناس بحبوا يسوع وناس بحبوا أم يسوع الأم السماوية، ناس التقوا بيسوع اليوم من خلال أمه السماوية وصلوا إلى يسوع وطلبوا بركة يسوع وحماية يسوع عليهم من خلال الأم السماوية أم يسوع اللي وصانا إنه نخذها لبيوتنا ولحياتنا من أعلى صليبه في شخص القديس الحبيب يوحنا الإنجيلي. فكل عام وأنتم بخير، كل عام والكنيسة بخير ورعيتنا بخير وفلسطين بخير. بحب أعيد على الجميع بمناسبة عيد ستنا مريم العذراء بمناسبة انتهاء الشهر المريمي، بقولهم كل عام وأنتم بخير، وبشكر الجميع القائمين على هذه الدورة كانت ناجحة جدا، وشكرا للجميع وكل سنة وأنتم سالمين. نهاية الشهر المريمي نهنئ الجميع وألف مبروك، وإن شاء الله العذراء بتعتني في الجميع وتحميكم وكل سنة وأنتم سالمين. بحب أعيد على الكل، على خصوصا على كل المسيحية في الأرض المقدسة مناسبة ختام الشهر المريمي. إن شاء الله بشفاعة مريم العذراء بتعطينا بركات على كل المسيحية وخصوصا السلام والمحبة في هالبلاد. لنورسات ماردن الحدوى من ساحات المعهد الإكليريكي بيت جالة. نتلاقى فيك إن شاء الله، إن شاء الله بالمجد العالي، نتلاقى فيك إن شاء الله. يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى، يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى، ابن الفاني ابن الكون وابن المسكون.